السلام عليكم. نحن رح نحاول نحكي بشكل سريع على الخصائص الديموغرافية لعالم الشمال وعالم الجنوب، رح نعمل مقارنة فيما بينتهم. وقت اللي بدنا نقول خصائص ديموغرافية فنحن بنقصد فيها الأمور المتعلقة بالسكان. طيب، بنركز على ثلاث شغلات: معدل المواليد، معدل الوفيات أو أمد الحياة، والنمو الطبيعي للسكان. بمعدل المواليد بنقول انخفاض معدل المواليد في عالم الشمال، بينما في عالم الجنوب بنقول ارتفاع معدل المواليد في عالم الجنوب. طيب، لما بدي بلش بالخصائص دائما أبدأ إما ارتفاع إما انخفاض، فبالتالي نحن بدنا نقولهم ضمن هالسياق هيدي: إما ارتفاع معدل المواليد أو انخفاض معدل المواليد، إما ارتفاع معدل الوفيات أو انخفاض معدل الوفيات، إما ارتفاع النمو الطبيعي للسكان أو انخفاض النمو الطبيعي للسكان. خلينا نرجع إلى الخصائص. في عالم الشمال عندي انخفاض بمعدل المواليد. لما بقول انخفاض بمعدل المواليد هذا الشيء بينعكس تلقائيا على أعداد الفتيان، فبيصير في عندي كمان انخفاض بأعداد الفتيان. طبعا الأسباب اللي أدت أنه معدل المواليد تنخفض بعالم الشمال فهي عديدة، من أهمها عمل المرأة والتحسن اللي صار بالمستوى الثقافي والمستوى الاقتصادي بدول عالم الشمال. طيب، بينما بعالم الجنوب الخصائص هي ارتفاع معدل المواليد. بس لحتى أقول ارتفاع معدل المواليد يعني تلقائيا في عندي ارتفاع بأعداد الفتيان، لذلك غالب المجتمعات بعالم الجنوب هي مجتمعات فتية. وبما أنه غالبية المجتمعات هي مجتمعات فتية وأصلا غالبيتها عم تعاني من مشاكل اقتصادية، فهذا الشيء بينعكس كبطء بالنمو الاقتصادي وبتزداد المشاكل عندهم، لأنه نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عم يكون قليل على عكس الدول في عالم الشمال. وهذا الشيء اللي بنحكي فيه إن شاء الله بالخصائص الاقتصادية. من الخصائص الثانية هي منقول في عالم الشمال عندي انخفاض بمعدل الوفيات، أو فيني أقول ارتفاع بأمد الحياة، لأنه منلاقي نحن بأنه غالبية السكان بعالم الشمال أعمارهم عم توصل لـ80 ولا لـ85 سنة، بينما بعالم الجنوب الأعمار عم تكون أقل من هيك. لذلك في عالم الشمال عندي ارتفاع بأمد الحياة، في عالم الجنوب عندي انخفاض بأمد الحياة. أو إذا بدي أقولها من حيث معدل الوفيات فأنا بقول بأنه في عالم الشمال عندي انخفاض بأعداد الوفيات، بينما في عالم الجنوب في عندي ارتفاع بأعداد الوفيات. طيب، أنا هون في عندي نقطة كمان مهمة. بعض الأحيان مثلا مثل اليابان بتطلع بمعدلات الوفيات فبلاقي بأنه أعداد الوفيات عم ترتفع. شو السبب؟ بالحقيقة هذا الموضوع مرده إلى أمد الحياة. لما أنا بيكون عندي المجتمع صار كلياته عمره بالـ80 وبالـ90 سنة، أعداد الفتيان جدا قليلة فيه، فتلقائيا هالعالم بعد فترة من الزمن رح يموتوا. لذلك بعض المجتمعات في دول عالم الشمال وصلت إلى مرحلة اللي هي مجتمعات هرمة جدا، ما في عندها نسبة فتيان أبدا ولا عندها نسبة ولادات عالية، أصبحت أعداد الوفيات عم ترتفع عندها. وعندي أيضا كمان نقطة بعالم الشمال، أنه بس لحتى يكون في عندي ارتفاع بأمد الحياة مثل ما حكينا هلأ باليابان، فبالتالي أعداد المسنين هي عم تكون مرتفعة. ارتفاع أعداد المسنين بدول عالم الشمال هو بيترك آثار سلبية. من الآثار السلبية أو من النتائج السلبية هي النقص بالأيدي العاملة، لأنه مثل ما قلنا إذا أعداد الفتيان صارت جدا قليلة بالمقابل أعداد المسنين هي الكبيرة، فما في حدا يشتغل بالمصانع أو بالأراضي. ومؤخرا اليابان يلي هي تعتبر من الدول اللي تفضل اليد العاملة اليابانية، اليوم وجدت نفسها أنه هي مضطرة أنه تلجأ إلى عمالة من خارج اليابان، بسبب مثل ما قلنا لأنه أعداد المسنين فيها أصبح جدا كبير. أيضا من النتائج السلبية لارتفاع أعداد المسنين هي ازدياد أعداد المتقاعدين يلي منهم عم يشتغلوا بدول عالم الشمال. وقت اللي بيوصل الإنسان لعمر التقاعد فالدولة بتصرف عليه وتعطيه معاش تقاعدي. كل ما ازداد
أعداد المتقاعدين، فهذا الشيء رح ينعكس سلبا على الدولة لأنه نفقاتها رح تزيد. هدول المتقاعدين هن فعليا عم ياخذوا معاش تقاعدي، ولكن ما في عندهم، ولكن منهم عم يفيدوا الدولة بأي مردود مالي. لذلك هيدي من المشاكل اللي بتعاني منها بعض دول العالم الشمال. وإذا بتتذكروا السنة الماضية ببداية أزمة كورونا كيف طلعت خبرية بأنه والله في هالدولة هيدي عم عملت كورونا أصلا لأنه بدها تتخلص من أعداد المسنين عندها يلي هن يشكلوا عبء مالي عليها. فطبعا هي المسنين هن عبء مالي على دول عالم الشمال، ولكن طبعا مش لدرجة بأنه هي بدها تتخلص منه بطريقة كورونا. أمر الوفيات يرتبط بشغلتين أساسيتين، بالتغذية وبالتطور الصحي. غالبية دول عالم الشمال عندها تطور صحي جيد، بينما عالم الجنوب عنده مشاكل صحية، وإن كان بعض الدول عندها مستوى صحي جيد. أيضا الدول اللي موجودة في عالم الشمال عم تحصل على سعرات حرارية جيدة، عم تحصل على مستوى تغذية جيد، وهذا الشيء تلقائيا بينعكس على صحتهم وبيخلي يكون في عندهم أمد حياة أعلى. بينما في عالم الجنوب في عنا الكثير من الدول اللي عم تعاني وعندها سوء تغذية، عندها مجاعات، فهذا بينعكس إلى ارتفاع معدل الوفيات. وطبعا أنه بعض الدول فيها حروب. في عندي قاعدة بتقول يلي هي نحصل على معدل النمو الطبيعي للسكان من خلال معدل المواليد ناقص معدل الوفيات. إجمالا كل الدول في عالم الشمال عندها انخفاض بمعدل النمو الطبيعي للسكان تلقائيا، لأن معدل المواليد هو منخفض ومعدل الوفيات أيضا هو منخفض. بينما في عالم الجنوب غالبية الدول عندها ارتفاع بمعدل النمو الطبيعي للسكان. طبعا أنا لما عم أقول غالبية الدول لأنه في عندي ما كل الدول مثل ما اتفقنا مثل بعضها. معدل النمو الطبيعي للسكان منربطه بمعيار اقتصادي اللي هو نصيب الفرد من الناتج المحلي أو من الناتج القومي. فكل ما كان معدل النمو الطبيعي للسكان منخفض، كل ما كان نصيب الفرد من هذا الناتج عم يكون أكبر، وهذا الشيء بيريح الدولة يلي بتقدر تعطي لمواطنين خدمة جيدة ومستوى صحي ومستوى رفاهية أكثر. بينما على العكس في عالم الجنوب لأنه النمو الطبيعي للسكان هو مرتفع، فنصيب الفرد من الناتج القومي عم يكون منخفض جدا، وبالتالي الدولة عم تستمر بمعاناتها. وهون بدي نبه لشغلة أساسية، في عندي كلمتين، نمو اقتصادي ونمو سكاني. إذا كان النمو السكاني هو يفوق النمو الاقتصادي، فإذا وضع الدولة بقول في عندها مشاكل اقتصادية. بينما إذا كان النمو الاقتصادي هو الذي يفوق النمو السكاني، فبالتالي بقول الدولة في عندها وضع اقتصادي مريح وتقدم اقتصادي. طبعا غالبية دول عالم الشمال النمو الاقتصادي يفوق النمو السكاني، وهدول إن شاء الله رح نحكي عنهم بس لحتى نحكي بالمؤشرات الاقتصادية. بالنهاية حكينا فإذا نحن عن ثلاث خصائص ديموغرافية لعالم الشمال وعالم الجنوب. عندي معدل المواليد، معدل الوفيات كذلك الأمر، وكذلك الأمر بالنسبة للنمو الطبيعي للسكان. عندي ارتفاع النمو الطبيعي للسكان بعالم الجنوب وانخفاض النمو الطبيعي للسكان في عالم الشمال. بدي أذكر بس أنه بس لحتى نقول أوضح إحدى المعايير الديموغرافية بدنا نقول المعيار وبدنا نقول السبب أو النتيجة له. فمثلا ارتفاع معدل المواليد في عالم الجنوب بسبب ارتفاع معدل الخصوبة أو يؤدي إلى ارتفاع أعداد الفتيان. هيدي كانت أهم النقاط بالنسبة للخصائص الديموغرافية. بدي أتمنى أن نكون جميعا بخير، والسلام عليكم.